السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. أنا كنت بس طالبة من حضرتك إجابة وقول فصل في مسألة صك الأضحية، هل هو جائز أم لا؟ الصك بمثابة التوكيل، فإذا وكلت أمناء فقهاء كي يضحوا عنك جاز التوكيل. الوكالة في الأضحية جائزة، وإن كان الأولى أن تذبحيها في مكانك تأكلي منها، لكن إن قدر ووكلت من يذبح لك يذبح عنك وكان فقيها يعرف أن الذبح لا يكون إلا بعد الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذبح الأضاحي قبل الصلاة، صلاة العيد. إذا كان فقيها وأمينا فلا بأس أن توكلي. بارك الله فيك.